صباح الخير يا نرمين. يسعد لي صباحك رشا، كيفك؟ انا كثير منيحه، وانت؟ بدنا نقول لك الحمد لله على السلامه، واشتقنا لك كثير اكيد. وانا اشتقت لكم كمان. رفيقي رفيقي صباحاتي. يسعد صباحك يا نرمين، بدي صبح لك الحدا مرافقنا بصباحنا لليوم. يا رب هذا النهار يحمل لكم كل القصص اللي بتحبوها، ويكون يوم يحمل الخير والانفراجات على كافه الاصعد. نهاركم سعيد، بلشوا نهاركم بكلمه يا رب، وخلونا نبلش صباحنا غير لليوم. أكيد رشا بدي صبح لك عن جديد، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد، نهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير وراحة البال والرزق الكتير لكل السوريين مع بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله يا رب هيك تكون دائما كل أمانينا محققة. فقراتنا لليوم مضيوفنا من مجالات مختلفة، راح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل ونرجع. وقبل لا نرمين ما نروح لأولى محطاتنا الصباحية، خلونا نروح لذاكرة الأيام ونشوف اليوم ذاكرة الصباح شو سجلت من تواريخ مهمة بنفس تاريخ هذا اليوم. اليوم 17 كانون الأول عبر الزمن والسنين، شهد اليوم كثير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. مثل اليوم من عام 1903 نجاح أول محاولة طيران بمحرك من قبل الأخوين رايت. وبعام 1913 أمين الرافعي يصدر جريدة الأخبار في مصر. وبعام 2013 إعادة تعيين ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني، وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي من عام 2005. ومثل هاليوم من عام 2014 الولايات المتحدة وكوبا يتفقان معا على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها. وبعام 2014 مجلة التايم الأمريكية تختار مكافحي مرض الإيبولا كشخصية العامة. وبعام 2017 انتخاب بينيرا رئيسا لتشيلي للمرة الثانية. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 17 كانون الأول يوم ولادتها، بعام 1770 بيتهوفن موسيقي ألماني، وبعام 1908 ليبي عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء بعام 1960. ومثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، فبعام 1273 جلال الدين الرومي أديب وفقيه ومنظر وقانوني صوفي. وبعام 1964 فيكتور هيس عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1936. أما هلأ رشا خلينا نروح لهل تعلم ومعلومات جديدة يمكن نسمعها لأول مرة، أو يمكن تكون معلومات غريبة. هل تعلم بأن المخ يستخدم معدل الطاقة نفسه المستخدم بالمصباح الكهربائي أي 10 وات؟ وهل تعلم بأنه يمكنك العيش بدون الطعام لأسابيع، لكن لا يمكن العيش 11 يوم فقط بدون نوم؟ وهل تعلم بأنه بتتسع العين بنسبة حوالي 45% عندما ننظر إلى من نحب؟ ولمحبي القهوة الصباحية، هل تعلم بأنه التفاح يتفوق على القهوة من حيث جعل الشخص أكثر قدرة على الاستيقاظ والتركيز؟ وأخيراً هل تعلم بأنه قد يتسبب العطس بقوة إلى كسر ضلع، وقد يتسبب كتمان العطس في انفجار الوعاء الدموي في الرأس أو الرقبة وبالتالي الموت؟ وبأول مساحاتنا الصباحية نرمي، نحن هلأ مثل ما بيقولوا بموسم الأمراض الجهاز التنفسي العلوي، بنشوف كتير حالات بين الناس، التهاب صدر، بنشوف حساسية لبعض الأشخاص من تبدل الفصول. اليوم رح نحكي نوسع أكثر عن هذا الموضوع. أكيد رشا رح نتعرف مع بعض عن أهم الأمراض يلي بتصيب هذا الجهاز، شو هي طرق الوقاية والعلاج، وكثير من التفاصيل بيسعدنا نطرحها على ضيفنا اليوم الدكتور رامي سمير الحسين،
حسين اختصاص انف اذن حنجره. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. مثل ما قلنا بالمقدمه نحن بهذا الموسم كثير يعني بتشوف يعني بالبيت الواحد حدا بيطيب حدا بيرجع بيصيبه نكسه، بنقول انه نزلت على صدره حتى الرشحه بتنزل على الصدر، التهاب قصوات. خلينا نحكي اليوم بهذا الموسم شو اكثر الامراض شيوعا؟ هلا امراض الجهاز التنفسي العلوي بشكل عام تزداد بفصل الشتاء نتيجه تدني درجات الحراره وبالتالي تضاعف الاعراض وزياده الفتره الزمنيه للمرض. هلا مثل ما بنعرف نحن الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بيغطيه مخاطيه تنفسيه بتغزوها عدد كثير من الفيروسات والجراثيم او العوامل المحسسه بتسبب رده فعل مناعيه التهابيه تجاه العوامل هي. اكثر الامراض اللي بنشوفها نحن بفصل الشتاء اللي بيراجعونا بالعياده هو موضوع الزكام، الرشح، الكومن كولد، بنشوفه بكثره. نحن مثل ما قلنا نتيجه تعرض العديد الكثير من الفيروسات والجراثيم والعوامل المحسسه ممكن يصيبنا التهابات انف تحسسيه او التهابات جيوب انفيه او التهابات اذن وسطى او التهاب ملعوم بشكل عام. بفصل الشتاء مثل ما قلنا بتكسر الفيروسات وبتكسر الجراثيم نتيجه تدني درجه الحراره وزياده فوعه الفيروسات. طيب دكتوره خلينا نحكي عن التهاب الانف التحسسي، هو من الامراض اللي كثير بنشوفها شائعه بين الاشخاص، نحكي عن اسبابه وكيف طرق الوقايه منه، كمان نسال عن موضوع تغير البيئه قديش بيلعب دور بهذا الموضوع. بنعرف بعض الاشخاص مثلا بيكونوا بجو حامي او بيكونوا بين المحافظات، يعني مثلا اذا كان بدمشق انا كان عندي احد الاصدقاء كانت حاله زكام فظيعه، هو وصل على الساحل ولا كانه في شيء يعني اختلاف الضغط الجوي بيلعب دور اساسي بموضوع التهاب الانف التحسسي. التهاب الانف التحسسي له عده انماط، عندنا نمطين اساسيين اللي هو النمط الموسمي مثل فصل الشتاء نتيجه الزكام الرشح بيصير عندنا هجوم الفيروسات اللي هو فيروسات الرشح على مخاطيه الانف، بيصير عندنا رده فعل تحسسيه بيسبب عندنا اعراض التهاب انف تحسسي، هذا مرتبط بالموسم بفصل الشتاء. اما موضوع التهاب الانف التحسسي اللي موجود على مدار العام يلي نحن ممكن نتعرض لها باي وقت من اوقات السنه نتيجه الغبار الطلع، نتيجه عس المنزل، نتيجه اي عوامل تحسسيه زيوت، مواد تنظيف البيت، هي بتسبب كمان التهاب انف تحسسي. في عندنا التهاب الانف التحسسي يلي هو مانو العامل المسبب فيروس او مرض، هو عباره عن ماده محسسه مثل ما حكينا على الزيوت العطريه او غبار الطلع او اي شيء موجود بالبيئه المحيطه. هلا الاعراض متشابهه بالتهاب الانف التحسسي، اعراض هي نوبات متكرره من العطاس، الحكه الانفيه، سيلان الانفي. هي نوبه وصفيه لالتهاب الانف التحسسي نحن بنشوفها عند اي مريض بيتعرض لالتهاب انف تحسسي. هلا نحن الموضوع الاساسي نحن نبتعد عن الماده المحسسه يلي اذا ممكن نعرفها، بس معظم الاشخاص اللي بيراجعونا على العياده ما بيعرفوا شو هي الماده المحسسه. فنحن بنعالج التهاب بنعالج العرض الموجود يلي هو ان كان في عندنا حساسيه بنعطي مضادات حساسيه، احتقان بنعطي مضادات احتقان، بنخفف اذا كان في الم بنخفف الاعراض، وممكن استخدام بخاخات الانف الموضعيه لفتره قصيره. وممكن نحن الوقايه لفترات طويله ممكن نستخدم بخاخات استرويدات الكورتيزونات لفتره طويله ولنحافظ على سير المرض. تمام. طيب دكتور خلينا نرجع شوي لموضوع الزكام كونه هلا موسم مثل ما بيقولوا. كثير من الحالات بنشوف انه شخص فلان رشح او طفلي بالبيت رشح، دغري بيقولوا لك انه ما تعودي فورا على الادويه وتاخذي فورا على المضادات وعلى هدول القصص الشرابات، ولكن ببعض الاحيان هذا الزكام بيزيد وبينزل على جهاز التنفس. نحن بنروح للعلاجات البدائيه، زهورات، بابونج، فيتامين سي، ولكن بلحظه الانتانات خلينا نقول نحن ايمت قادرين انه ندخل العلاجات من اول حاله الزكام او لا؟ نعم. هلا الرشح او الزكام هو مرض محدد لذاته، لازم خلال الخمس ايام نخلص منه. في حال استمرت الاعراض لاكثر من خمس ايام او لاسبوع نحن بنحتاج استشاره طبيه والبدء بالعلاج الدوائي بالصادات الحيويه. هون بصير عندنا انتقل انتان فيروسي لانتان جرثومي، لذلك نحتاج بدء بالعلاج بالصادات والاستشاره الطبيه اكيد. يمكن هون في اشاره بالماده المخاطيه بقلب الانف تغير لونه او شيء نحن نعم. هلا بالفحص السريري كثير مهم للطبيب بيعرف، بيكون عندنا مخاطيه الانف رطبه بخاطيه مبلله، بنشوف عندنا مخاطيه الانف شاحبه، فهذا بيدلنا على التهاب انف تحسسي.
ايضا دكتوره، مرض جيوب الانفيه هو من الامراض ايضا الشائعه وتعرف عليه دائما الاشخاص اللي بيكون عندهم حال هيك حاله، بيقولوا فورا روحوا على موضوع الجراحه. قديش هي المعلومه صحيحه او طبيا اذا بدنا؟ هلا الجيوب الانفيه هي عباره عن جيوب هوائيه محيطه بالانف ضمن عظام الوجه، المفروض تكون مملوءه بالهواء. هي الجيوب الانفيه مرتبطه ارتباط وثيق بالانف بوظيفتها. بنفس الوقت اي حاله زكام او التهاب انف تحسسي بتسبب التهاب جيوب انفيه. نفس بنرجع لنفس القصه، هو مرض محدد لذاته، خلال 5 لـ7 ايام مفروض نحن نخلص منه بس معالجه عرضيه للمرض. في حال استمر، في حال استمرت الاعراض بصير بنفوت نحن بالتهاب جيوب حاد قيحي، بصير عندنا بتختلف الاعراض، بصير في عندنا الم، السيلان وطبيعه المفرزات تختلف الى لزجه، ممكن يصير في عندنا لون السائل او المفرزات تختلف الى خضراء او لون مائل للاصفر مع رائحه كريهه. هون نحن بنحتاج العلاج الدوائي. في حالات خاصه نحن نتيجه الالتهاب الجيوب الحاد بتصير عندنا تسمك بالمخاطيه فبتنسد فوهه الجيوب، ممكن نحتاج علاج جراحي، بس هذا الشيء ما بيمنعنا عن العلاج الدوائي. يعني مو دائما اي التهاب جيوب نحن بنبلش فورا علاج جراحي، نحن بنبلش بالعلاج الدوائي حسب شده المرض والتقييم، ممكن اجراء فحص سريري، صوره بسيطه او تنظير انف امامي، فنحن بنشوف شده الاعراض الموجوده. طيب دكتور، نحن على اي عمر عم نحكي لك جيوب او ناميه؟ هلا الجيوب التهاب الجيوب الحاد ممكن تبدا يعني باي عمر، ما من الاطفال وحتى البالغين وحتى الكهول، ما في سن محدد لبدايه الالتهاب الجيوب الحاد. طيب خلينا نحكي عن تاثيره على الجهاز التنفسي العلوي، ان كان جيوب او ناميات، بنشوف حالات كثير وخاصه عند الاطفال، ودائما بيقول لك الطبيب انه اعطيه وقته، اليوم الطفل انه بدك تعرضه لعمليه، خلينا نروح للموضوع العلاجي، اليوم شو تاثيرهم على الجهاز التنفسي العلوي؟ بتشوف حال يعني ناس على طول بالشتويه عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي بسبب الناميات والجيوب، بعيدا عن موضوع الزكام. هلا بحابب نوه على موضوع الناميات، الناميات كثير بصير في لغط بين موضوع الناميات والقرينات. الناميات هي عباره عن نسيج لمفاوي خلف الانف خلف الانف بالبلعوم الانفي، هي الناميات بتنشط من العمر من 3 لـ7 سنوات عند الاطفال، بيكون هذا العمر الطفل موجود بدور الحضانه او بالمدرسه، فبنلاقيه بصير عنده امتحانات متكرره وضخامه ناميات. هذا الشيء بياثر على نمط حياته، على السمع، على نمو الوجه، على الاطباق، لذلك نحن بنشوف الطفل كثير لازم يكون تنفسه الانفي بشكل صحيح، حتى البالغ اي انسداد انف بسبب ضخامه قرينات او جيوب او انحراف وتيره بيسبب مشاكل بالاطباق او مشاكل بالتنفس، حتى بطبيعه الحياه اليوميه بيكون حتى بالكلام دكتور الكلام، لانه الجيوب هي وظيفتها الاساسيه احرف كاحرف الاحرف التصويت بتعطي رنه او يعطوه يعني بصمه الصوت للشخص، فعندنا في حال مشكله انسداديه دغري بيبين عنا اختلاف صوت، فنحن اي اشخاص بنشوفهم له صوتهم متغير، لو انت مرشح او مقرب او عندك جيوب دغري بيعطينا عرض اللي هو تغيير برنه الصوت. تمام دكتور، ببداية الفقرة نحن حكينا أنه رح نضوي على أبرز الأمراض يلي بتصيب جهاز نقول التنفسي العلوي، حكينا عن التهاب الجيوب الأنفية، حكينا عن الزكام، حكينا عن التهاب الأنف التحسسي، أيضا خلينا نحكي عن التهاب الأذن الوسطى، خلينا نعرف المشاهدين أكثر شو أعراضه. هلا نحن مثل ما قلنا التهاب الأذن الوسطى، أو خلينا نحكي عن آلية عمل الأذن الوسطى. الأذن الوسطى مفتاح عملها هي التهوية الصحيحة ضمن الأذن الوسطى، واللي هو نفير بيأمن التهوية الصحيحة هو نفير أوستاش. فنحن في عن إذا عان عنا حالة التهاب أنف تحسسي أو ضخامة قرينات أو ضخامة ناميات عند الطفل، نحن خسرنا آلية عمل نفير أوستاش، فخسرنا آلية تهوية الأذن، فهذا الشيء بيعرضنا لتراكم السوائل من المفرزات ضمن الأذن الوسطى، فبسبب لنا أنواع من التهابات الأذن الوسطى الحادة المصلية اللي هي ممكن تكون السائل فيه عقيم، فبسببنا موضوع نقص سمع وألم بالأذن. في حال هذا السائل بسبب تراكمه بالأذن الوسطى وسوء تصريف نفير أوستاش تراكم صار بيئة للجراثيم، ففتنا بالتهاب أذن وسطى قيحي حاد. فنحن هون نرجع لنفس الموضوع، إذا ظهرت الأعراض الحرارة الألم بنبلش بالعلاج المناسب، ودائما ضمن الاستشارة الطبية ما فينا ناخذ أي علاج. فالموضوع الحساسية كثير مرتبط بآلية عمل الأذن الوسطى وبأمراضها. في عنا التهابات الأذن الوسطى المزمنة غالبا تترافق مع انسقابات غشاء طبل ومع سيلانات مزمنة وألم شديد في الأذن. ممكن يكون لها تأثير التهاب الأذن الوسطى على الجهاز التنفسي إذا زاد الإمتان؟ أكيد، ما نحن الجهاز التنفسي مرتبط أكيد مرتبط يعني. كله ببعض، مثل ما قلنا المخاطية التنفسية بالجهاز التنفسي العلوي والسفلي مرتبطة، فأي
اي انسان في الاذن الوسطى ممكن ينتقل لالتهاب بالعوم او التهاب لوزات، حتى ممكن ينتقل للطرق التنفسيه السفليه ويسبب التهاب قصبات. تمام، اليوم ضوينا على اكثر من نقطه هي اسباب الالام او خلينا نقول التهابات الجهاز التنفسي، ان كان من التهاب الاذن الوسطى، الجيوب، الناميات، الزكام. اليوم مو بس حاله واحده نحن عم نحكي، طيب حكينا نحن اسباب، خلينا نروح لطرق العلاج وناخذ هيك حاله حاله. طرق العلاج بالنسبه لالتهاب الانف التحسسي، اول شيء نحن لازم نعرف شو هو الماده المحسسه، بس غالبا نحن كثير منا ما بنعرف شو هو. فنحن مثل ما قلنا بنعالج الاعراض، بنعالج الاعراض عن طريق مضادات الهستامين، مضادات الاحتقان والتسكين، والحفاظ على غشاء المخاطي رطب وسليم عن طريق الغسولات الانفيه. هلا بالموضوع اما التهاب الاذن الوسطى، مثل ما قلنا التهاب الاذن الوسطى الحاد القيحي، نحن بنحتاج كمان العلاج بالصادات. ممكن في حال اذا صارت عندنا موضوع مزمن للالتهاب اذن وسطى، ممكن نحتاج عمل جراحي مثل تفريغ السائل عن طريق انابيب تهويه، او اجراء عند الاطفال تجريف ناميات، او اذا كان في عندنا مشكله انسداديه استئصال اللوزات. بالنسبه للانف، اذا كان في عندي التهاب جيوب مزمن وتشكل عندنا بوليبات انفيه، بنحتاج لعمل جراحي مثل جراحه الجيوب او التداخل على موضوع القرينات. هلا نحن الالتهاب الجيوب المزمن لازم نعرف السبب، ممكن يكون السبب تشريحي نتيجة انحراف وتيرة أو ضخامة قرينات. ففي حال حددنا السبب، نحن فينا نعالج بناء على السبب. إذا كان في عنا انحراف وتيرة عم يسبب انسداد بفوهة الجيوب، فنحن بنصلح الوتيرة ونعمل جراحة جيوب تنظيرية. دكتور، كونه نحن عم نحكي عن موضوع العلاج، دائما بنلاحظ حالتين من السلوك عند بعض الأشخاص. في أشخاص بياخذوا حبة أو حبتين فورا مضادات حيوية فورا لما يحسوا أي عرض، قديش هاي الحالة صحيحة؟ نحن لما نحس أي عرض فورا بنقول مثلا خذ هاي الحبة، حبات الدواء. وفي عندنا حالة تانية إنه الأشخاص اللي ما بيكفوا الدواء، يعني مثلا حضرتكم بتوصفوا الأطباء دائما إنه خليكم لأسبوع 8 أيام، فهنن أول يومين حسوا حالهم تحسنوا وتركوا الدواء. هلا هذا الشيء، هذا استخدام خاطئ للأدوية، هذا اللي بسبب عنا تعنيف بالنسبة للدواء. نحن في حال الأعراض استمرت، اللي هن بياخذوا مع أي أعراض بياخذوا فورا الدواء، هدول بيصير عندهم تعنيد. نعم، هذا بصير تعنيد على الدواء، وبصير عنا جرثوم أو بيتعود على الدواء، بصير في عنا تعنيد دوائي. نحن مثل ما قلنا في حال المرض محدد لذاته، حتى التوصيات العالمية بالمرشدات العلاجية ما بنعطي الدواء إلا إذا استمرت الأعراض أكثر من 7 أيام. نعطي الدواء اللي هو الخط العلاجي الأول، ممكن نحتاج بالنسبة لالتهاب الجيوب مثلا ماكسيسيلين. في حال استمرت الاعراض وازدادت سوءا، نحن بنعطي الخط العلاج الثاني. يعني نحن كل مرض مصنفينه وحاطين له خط علاج اول وخط علاج ثاني. خطا نستخدم استخدام عشوائي للادويه، وجارتي خذي هالحبه، او انا السنه الماضيه مرضت اخذت هذا الدواء فخليني اخذ نفسه. لا، كل مرض لازم نعرف شو هي البيئه الجرثوميه اللي سببت هذا المرض او الفيروس الموجود لحتى نعالجه. طيب دكتور، شو هي المدة الصحيحة نحن بين نوع الأدوية؟ يعني مثل ما حكيت حضرتك، أحيانا بناخذ التهاب ما بنرتاح عليه، أو بجوز نرتاح بنسبة كتير، نرجع من عيد الظرف لحالنا بدون استشارة طبية. فحكيت نقطة هون، الجسم بيعند أو ما بقى يتقبل نوع الدواء، فمنروح لنحن نسبة أعلى من جرعة أعلى ونستخدم صاد حيوي أقوى. طيب اليوم نحن بهي بهالجرعات، يعني خلينا نحكي كمدة زمنية، وإمتى الجسم لا بيحتاج جرعة أكثر؟ هلا الجرعات، نحن مثل ما قلنا جرعات مثلا بالنسبه لالتهاب الجيوب الحاد او اي انتان تنفسي علوي، لازم ناخذ الجرعات لمده اسبوع. لازم تتحسن الاعراض باليوم الخامس. في حال عدم التحسن باليوم الخامس واكثر من اسبوع، نحن مثل ما قلنا بنبدل الصاد الحيوي لصاد حيوي اقوى، طبعا تحت استشاره الطبيب. ممكن اجراء فحوصات معينه دمويه او فحوصات سريريه لنشوف تحسن المرض واليه الاستشفاء تبع المرض. فنحن ما بنبدل الدواء بشكل عشوائي الا باستشاره الطبيب. ومثل ما قلنا في حالات خاصه، اذا في اشخاص مضعفين مناعيا او كذا، ممكن نحتاج ادويه اقوى او صادات حيويه اقوى لنغطي مجموعه اكبر من الجراثيم والفيروسات. دكتور، خلينا نحكي عن سلوكيات خاطئه اليوم عم تشوفها حضرتك، سواء بطريقه تشخيص الامراض اللي ذكرناها او بطريقه العلاج او سلوكيات من قبل المرضى. هلا السلوكيات الخاطئه، نحن المفاهيم الخاطئه، يعني الشخص اللي بيقول انا عندي ناميات او قرينات او جيوب انفيه، اي شخص بيقول لك انا معي جيوب، نحن كلياتنا معنا جيوب. ممكن تكون مشكله بسيطه، التهاب انف تحسسي، ضخامه قرينات، بنعالج الحاله المسببه. بنفس الوقت كمان الموضوع الناميات، علاجه لازم يكون علاج بسيط، فقط مضادات حساسيه وترطيب الانف. العلاجات كثير مهمه،
بموضوع الحساسيه. في اشخاص دائما بيحب يعني دائما بيجوا لعنا بيقولوا لنا انا بدي اخذ ابره الكورتيزون لتوقي من موضوع الحساسيه. نحن هي ما بنستخدمها الا بحالات معنده او نحن نستخدمها قبل فصل معين نتعرض فيه لحساسية. ما فينا نستخدم أي دواء بدون استشارة الطبيب. تمام دكتور، ذكرت نقطة من جوابك، كنت عم تحكي عن موضوع الفيتامينات، ونحن بنعرف أنه هي درع الحماية للجسم لتقوية مناعتنا. اليوم أي مرض بأجسامنا بحاجة لمناعة كتير قوية، وشفنا نحن بأزمة كورونا يعني صار في تخبط كتير، وبالنهاية تم الإجماع أنه المناعة هي العامل الأول أو الأساسي بنجاح عملية الشفاء. خلينا نحكي نحن بموضوع الزكام خاصة فصل الشتاء وضمن الإمكانيات المتاحة، لو إذا هيك حبينا ناخذ فيتامينات خلينا تكون خلينا نقول وقائية لموضوع الزكام كرمال ما كثير تتطور الحالة، شو فينا ناخذ؟ هلا الفيتامينات أهم فيتامين بالنسبة لي أو المناعة بالنسبة للزكام وأمراض أمراض الجهاز التنفسي. الفيتامين سي جرعة يومية ممكن نستخدمه لمدة شهر خاصة ببداية الأعراض أو ببداية فصل الشتاء لتقوية المناعة. الفيتامين د ممكن كمان يقوي المناعة بشكل كبير، والمكملات الغذائية مثل الزنك والكالسيوم كلها بتحافظ على مناعة جيدة، بس أهم شيء نحن عنا بالنسبة لنا بالجهاز التنفسي الفيتامين سي. بالنسبة للوقاية أنا كثير بنصح بموضوع الغراغر مي وملح للحفاظ على بيئة خالية من الجراثيم، ترطيب الأنف بشكل مستمر، غسولات المي وملح يلي هو السيروم فيزيولوجي، دائما نحافظ على مخاطية الأنف وممنع تراكم السوائل أو المفرزات اللزجة ضمن جوف الأنف أو ضمن الجيوب. طيب فيتامين سي قد ايه حصتنا باليوم؟ نحن خلينا نروح للامور المتاحه، الفواكه، خلينا نكون هلا موسم الحمضيات وبنعرف انه نحن هاي الماده كثير غنيه بالفيتامين سي. في ناس يعني بتاكل بشكل لا محدود، وفي ناس لا في حصه لها. لا هي موضوع نكون موضوع يكون مضبوط، يعني هي عباره اهم شيء التنوع بالفيتامين سي، ثانيا هي جرعه يوميه، حاجه يوميه، ممكن برتقاني باليوم، ممكن نحن عنا اي شيء بيحتوي الفيتامين سي، ممكن ناخذ مكملات فوارة الصبح، حبة فوار او حب مص عيار 500. المهم التنوع مع اعتماد على نوع واحد، بنفس الوقت يكون اكلنا متنوع وصحي وغني بالفيتامينات، مو بس الفيتامين سي، الفيتامينات بشكل عام. نحن دائما نقول سي فورا نروح فورا سي. كونه دكتور مثل ما قالت رشا عم نحكي عن فيتامين سي، هو اكثر الفيتامينات شيوعا واسهل نحن متداول بين ايدينا انه ناخذها. ايمتى بتنصح انه ناخذ فيتامين سي؟ يعني في ادويه او فيتامينات تتاخذ بعد وجبات معينه بتوقيت معينه، فايمتى بتنصح باخذ فيتامين سي؟ الفيتامين سي مثل ما قلنا في حاله كسره الامراض، الاشخاص اللي بتلاقي انا دائما مزكم، انا دائما مرضان، عم بحكي توقيت دكتور، يعني صباحا بعد وجبه الغداء. التوقيت ممكن صباحا نحن صباحا بعد الفطور ناخذ حبه الفيتامين سي لنستفيد منها طول النهار وتعطينا نشاط يومي، لانه هي الاعراض مثل ما قلك امتصاصه سريع وبيعطي نتائجه سريعه، فبتلاقي انت طول النهار انت عندك نشاط وحيويه، ونحن بيعطينا وقايه. يعني في اشخاص بتلاقيهم قليل كثير ليقربوا، في اشخاص كثير بتلاقي عندهم موضوع الزكام مرافقهم. انا بنصح الاشخاص اللي كثير عندهم حالات رشح وحالات زكام تناول دائم الفيتامين سي لتقويه المناعه. خاصه حتى النساء، نحن بعد ازمه كورونا صرنا نشوف كثير في نساء عندهم نقص بالحديد او الفيتامين د، فانا بنصح حتى مو بس النساء، اي شخص نعمل تحاليل او شيك لمره واحده عن موضوع الحديد وموضوع الفيتامين د لتقويه المناعه، يلي هذا الشيء بخلينا نقوي جسمنا ونقي جسمنا من الامراض مثل الرشح والقريب والامراض التنفسيه العلويه. طيب دكتور خلينا نحكي على موضوع صور الاشعه. للاسف نحن شفنا حالات كثير كان عندها خلينا نقول سعله كثير قويه، تتطور ياخذ ادويه ما كثير يكون في استجابه، يروحوا للصور الاشعاعيه، شفنا بعض حالات تطورت لامراض خبيثه. قد ايه اليوم علاقه الامراض الجهاز التنفسي بالامراض الخبيثه؟ هلا الامراض الخبيثه، الامراض بالنسبه للموضوع، الامراض الخبيثه بالنسبه للجهاز التنفسي، كثير نحن بنشوف في عنا عوامل مؤهبه بالنسبه منها التدخين بالرقم الاول، الكحول او القلص، هذا موضوع القلص والحموضه يلي هو القلص الارتجاع المريئي ممكن يسبب مثل ما بيقولوا حرق بالمخاطيه او تبدل شكل المخاطيه بالجهاز التنفسي، منها عوامل مؤهبه لحدوث امراض خبيثه. هلا الصور الشعاعيه نحن في نسبه لازم نحن ما نتعرض لها اكثر، يعني نحن ممكن اذا في مرض عم نراقبه او في حاله معينه عم نراقبه ما نتعرض لصور شعاعيه او اشعه بشكل مزمن، انه كل شهر ممكن نحن كل ست شهور او كل سنه ممكن نخضع بصوره طبقي او صوره ترانين، اما بالصور الشعاعيه البسيطه كمان ما لازم نستخدمها بشكل عشوائي او بشكل
متكرر. شو اضرار على الجسم دكتور؟ دائما بنسمع هاي الجمله انه لا تكثروا صور اشعه. صور الاشعه نحن بخلينا نحن بخلي يعني بخلي اول شيء بضعف المناعه، بياثر على اليه نمو العظم، بياثر على المناعه بشكل عام، على المخاطيه لازم ما يصير فيها تبدلات نتيجه التعرض للاشعه او الاشعه البنفسجيه فوق حمراء، بصير عن تبدلات بالمخاطيه بصير مؤهبه اكثر للعوامل الممرضه او الامراض السرطانيه. وتبدل المخاطيه هو شكل يعني مثل التدخين، التدخين نتائجه لفترات طويله بصير عن تبدل المخاطيه بصير الشخص معرض اكثر مؤهب لحدوث تغيير بنمو الخلايا، فبصير عندنا نمو خلايا شاذه اللي هو الكانسر او السرطان طبعا حميد او خبيث. دكتور خلينا بالوقت المتبقي نختم مع حضرتك بنصائح، او اذا في اي نقطه بتحب تضوي عليها ونحن ما ذكرناها بما يخص هاي الامراض. الموضوع النصائح بشكل بنرجع بنقول في حال نحن حسينا حالنا مقربين ومرشحين يفضل نحن اول شيء نعزل حالنا لمده 3 إلى 5 أيام بالبيت دون المحيط مثل كورونا، يعني عزل بسيط في المنزل، الاكسار من السوائل الدافئه، استخدام مضادات الحساسيه في حال تعرضنا للحساسيه، ما نهمل الاعراض، يعني نحن في رشح استمر اكثر من 2 أو 3 أسبوع لازم ما نهمله، لازم نراجع الطبيب، ما نستخدم الدواء بشكل عشوائي، نستخدم الادويه الموصوفه من قبل الطبيب. ومثل ما قلنا في حال التهابات الاذن الوسطى يكون نحن نعرف انه عندنا نحن نقطه ضعف في الاذن الوسطى، نحمي الاذن من المياه اثناء التنقل من مناطق مرتفعه على مناطق منخفضه او اثناء السفر، نعمل مناوره فازلفا نحافظ على تهويه الانف، مناوره فازلفا نحسن يعني الضغط داخل الاذن. ومثل ما قلنا ترطيب الانف كثير مهم، والغراغر مي ملح والسوائل الدافئه كثير مهمه، وتقويه المناعه اللي النقطه اللي نوهنا عليها الفيتامينات. لو سريعا كونه ذكرت دخول المياه للاذن، كيف ممكن اذا دخلت المياه ننظفها بشكل سريع وخصوصا بعد الاستحمام؟ هلا نحن بموضوع في اشخاص عندهم وسواس النظافه او تنظيف الاذن، نحن بعد الحمام لازم يكون فقط نمسح الاذن مسح خارجي بدون ادخال قطن او الاعواد اللي نحن الاذن اذا غشاء الطبل سليم وفات مي ما في مشكله، بس نحن في اشخاص بيكون عندهم انسقاب ما عندهم علم، فات مي فبيتعرضوا لالتهاب اذن وسطى قيحي حاد او التهابات اذن وسطى مزمنه، فبيفوتوا بدوامه وامراض ما لها داعي، او بفوتوا بامراض خطيره ما بيكون عندهم فكره. بعد الحمام تنظيف بسيط فقط، ومثل ما قلنا دائما نحن الابتعاد عن المناطق يعني المناطق المغلقه، خاصه هلا نحن بالنسبه لنا بالجو الحامي ننتقل على جو بارد، هذا الموضوع كثير بهمنا عشان ما نتعرض للحساسيه او نتعرض لالتهاب انف تحسسي. شكرا دكتور رامي لحضورك معنا، ونتمنى الصحه والسلامه لك لحدا عم رافقنا بصباحنا لليوم، نورت صباحنا. اهلا وسهلا، شكرا. شكرا كثير لك دكتور. اما هلا صار الوقت لنروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلتنا بشرى زيني. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير نرمين ورشا، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أكدت إيران أنه لولا همة شعبي سوريا والعراق في محاربة الإرهاب لتعرض الأمن الدولي لخطر كبير، مشيرة إلى أنها لن تتسامح مع كل من شارك في الترويج للعنف والإرهاب في البلاد. وزارة الخارجية الإيرانية قالت في بيان أنه لولا قادة النصر وهمم شعبي سوريا والعراق في محاربة الإرهاب لتعرض الأمن الدولي لخطر بصورة جادة، مشيرة إلى أن طهران تمد يد المساعدة إلى جميع دول الجوار لإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وذكرت وكالة وفاة الفلسطينية أن 168 دولة صوتت لصالح القرار مقابل 6 دول صوتت ضده، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد القرار ما هو إلا تأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وفشل كيان الاحتلال الإسرائيلي. استشهد طفل يمني جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي في محافظة مأرب.
مصدر محلي قال في تصريح أن طفلا استشهد جراء انفجار مقذوف في منطقة الفرع بمديرية رحبة في مأرب، مشيرا إلى أن مخلفات العدوان من القنابل العنقودية والألغام تسببت باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين في المديرية خلال الفترة الماضية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا ستقوض مصالح الدول الأوروبية، في حين سيكون المستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة. غروشكو قال إن أوروبا اليوم تضحي بمصالحها بخنوع وتتبع الطبقة السياسية فيها مسارا مدمرا للذات، مشيرا إلى أن روسيا من جانبها حاولت منذ عدة سنوات وفي عدد من المجالات بناء علاقات اقتصادية متساوية مع الأوروبيين ومع الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، عودة إلى صباحنا غير. شكرا لك بشرى، واكيد مكفعين بباقي فقرات صباحنا غير. وهلا رشا لوين واصلين؟ هلا صار لازم نعرف اكثر عن حاله الطقس، بلشنا هيك نحس في شويه شمس، في شويه دفى، يعني ماشي الحال، الجو لسه ما دخلنا بهذا الشتي البرد كثير والثلج والامطار يعني. صحيح، ويعني عم يكون بهدول اليومين الماضيين كان في شمس، اكيد كونه نحن هيك حتى امبارح كثير من الناس قالوا انه حسينا بدرجات حراره كانت عاليه، ان شاء الله يبقى الطقس هيك يعني بيبقى مساعد لنا. خلينا نعرف اكثر نيرمين كيف حيكون طقسنا بالايام المقبله، هيك حيكون في منخفضات، وشو اخبار امطارنا ومحافظاتنا السوريه؟ اكيد معنا اتصال مع المتنبئ الجوي حسان الجوري. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا اهلي. صباح الخير لك واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ حسان. كونه نحن اليوم السبت وبدايه الاسبوع، خلينا نتعرف على درجات الحراره كيف راح تكون خلال الايام القادمه. شكرا عينك، بدايه صباح الخير لك للاخباريه السوريه. بالنسبه لاحوال الطقس خلال 24 ساعه القادمه ولمحافظتها على الحاله الجويه خلال الايام القليله القادمه، نحن هلا عم نتاثر بحاله استقرار بعد حاله عدم الاستقرار اللي تاثرنا فيها في نهايه الاسبوع الماضي، وادت لهطولات مطريه كانت جيده نوعا ما بالساحل السوري ومقبوله بباقي المناطق. هلا نحن بلشنا بحاله استقرار استمر تقريبا حتى منتصف هيدا الاسبوع، تؤدي الى ارتفاع على درجات الحراره، الحرارات بتكون اعلى من المعدل اليوم من درجه الى 3 درجات مئويه، والاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، هذا كله نتيجه تاثرنا بمرتفع جوي عم يمتد بكافه طبقات الجو. خلال ساعات الليل عم تكون الاجواء بارده نوعا ما، ونحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق الداخليه، والرياح متقلبه الى شماليه غربيه خفيفه السرعه، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 20 درجة مئوية. نهار بكره في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بتظل الحرارات بأغلب المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية أعلى من معدلاتها بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئي بشكل عام. أما خلال ساعات الليل بكره الأجواء بالليل بتكون أبرد من اليوم، فبتكون الأجواء باردة ومنحذر من حدوث أصفاقية فوق المرتفعات الجبلية العالية وتشكل الضباب بأغلب المناطق الداخلية. اما درجات الحراره المتوقعه بتامن العاصمه دمشق اليوم 17 في الميتره، 16 في القلمون المرتفعات الجبليه، 12 4 المنطقه الجنوبيه درعا والسويداء، 19 8 المنطقه الوسطى حمص، 14 8 حماس، 16 7 منطقه الجزيره محافظه الحسكه، 18 5 ساحل السوري اللاذقيه وطرطوس، 22 13 في الشمال حلب، 16 5 ادلب، 18 5 دير الزور ورقه المنطقه الشرقيه، 16/5 بالبادية تدمر، 15 في الأجواء. مثل ما ذكرت أجواء بتضلنا معنا مستقرة تقريبا حتى منتصف هيدا الأسبوع، ليوم الثلاثاء بتبلش الأجواء تتغير بشكل تدريجي وبتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا يوم الثلاثاء، لحتى نستشعر بحالة عدم استقرار بتكون من متوسطة إلى ضعيفة الشدة، بتبلش من المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات الليل نهار الثلاثاء، بتكون فرصة الهطول إن شاء الله نهار الأربعاء والخميس بأغلب المناطق بإذن الله تعالى. طيب أستاذ حسان، خلينا نحكي عن الأمطار ونسبة الأمطار لهي السنة، هل هي كانت حول المعدل أو كان في نقص؟ هلا بالنسبة للهطولات المطرية الحمد لله نحن نستنى بفصل الخريف في فرق كبير من الهطولات المطرية للسنة هي والسنة الماضية، الفروقات تجاوزت ال 40 وال 45 ملي في بعض المناطق، والحمد لله رب العالمين النسبة جيدة جدا،
بالنسبه للهطولات المطريه باغلب المناطق، يعني كانت في هطولات ولكن نتمنى ونتامل باذن الله باقي الموسم المطري تكون الهطولات افضل وتكون كميات الهطول افضل بكثير وتكون موزعه خاصه خلال الاشهر القادمه على كافه الاشهر، لانه كل ما كانت الهطولات المطريه موزعه كل ما كانت الفائده منها اكبر واستمراريتها خلال ايام فصل الصيف بتكون افضل بكثير. استاذ حسان، يعني احنا رسميا لسه ما دخلنا بفصل الشتاء، ولكن كيف ممكن يعني توقع لهي السنه كيف ممكن تكون حاله الشتاء؟ هل راح مثل السنه الماضيه يكون درجات الحراره كثير منخفضه، كثير كان في حالات يعني ايام من الصقيع اذا بدنا نقول رشا، فكيف متوقع يكون الشتاء هي السنه؟ هلا بدايه فصل الشتاء ببلش فلكيا ب 21 الشهر، يوم 21 الشهر موعد الانقلاب الشتوي، وتحديدا هو راح يكون هيدي السنه ب 22 الشهر موعد الانقلاب الشتوي، اول ايام فصل الشتاء ببلش باقصر نهار بالسنه واطول ليل بالسنه. فصل الشتاء 22 الشهر كانون الاول هو موعد بدايه مربعينيه الشتاء، والشتاء بينقسم الى قسمين، مربعينيه الشتاء اللي بتبلش بموعد الانقلاب الشتوي اللي هو بيكون اول ايام 22 كانون اول، وبيخلص بتخلص المربعانيه ب 30 او 31 كانون ثاني. هلا وهو المربعانيه بتكون هي القسم الاشد بروده والاكثر درجات حراره منخفضه واكثر تاثر بالمنخفضات المطريه اللي بدنا او القطبيه اللي بدنا نعيشها خلال ايام الشتاء القادم. هلا ان شاء الله راح تكون الاجواء بشكل عام كيف ما كان فصل الشتاء اسمه فصل الشتاء، فرح تكون اجواء فيه بارده، وببعض الاحيان اكيد رح يكون هناك في منخفضات قطبيه بده يتصرف هواء قطبي على المنطقه، مصدره رح يكون القطب، تدفق رياح شماليه بتكون رطبه ان شاء الله بتؤدي الى هطولات مطريه، وان شاء الله بنشاهد منخفضات بتكون جيده نوعا ما وممتازه بهطولات المطريه وهطولات ثلجيه بنشهدها خلال هذا الموسم المطري، لانه قد ما يكون في هطل مطري ان ما كان في هطولات ثلجيه ما بتكون التغذيه كبيره بالنسبه لمعدلات المياه الجوفيه، لانه الثلج هو خميره الارض، هو اكثر شيء بتستفاد منه الارض بطبقاتها الباطنيه وبتخزن المياه الجوفيه وبتعطي دعم كبير للمياه الجوفيه خلال موسم الصيف، فان شاء الله بتكون اجواء جيده جدا. اما بشكل عام رح يكون مثل ما ذكرت الشتاء نوعا ما رح يكون ايامه بارده، وبشكل عام الشتاء بيكون بارد، ولكن نحن الشيء اللي بدنا نميزه بشهر بفصل الشتاء ما بين شتاء يكون بارد وجاف او شتاء يكون بارد ورطب، ان شاء الله بتكون الاجواء بارده ورطبه باذن الله تعالى. ان شاء الله استاذ حسان المتنبئ الجوي بدنا نشكرك ونتمنى يكون عن جد هذا الفصل خفيف علينا والله يبعث الخير بالنهايه، شكرا لك استاذ. شكرا كثير لك، وهلا رشا اكيد مكفاين بباقي الفقرات، صباحنا غير على اللاذقيه، 79 مركز موجودين بمحافظه اللاذقيه لتقديم خدمه التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن الحمله الوطنيه التي اقامتها وزاره الصحه، التفاصيل ضمن التقرير التالي. لدوام الصحة وخير المجتمع 79 مركزا صحيا في اللاذقية لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية المكثفة التي تطلقها وزارة الصحة وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري. بشكل عام هدول الحملات كتير مهمة لأنه اللقاح هو آمن وفعال وأثبت فعاليته بالتأكيد، يعني من خلال تقليل عدد الإصابات صار الوضع مستقر عنا نوعا ما، يعني لحتى نحافظ على هاي الاستقرارية ونستمر بوضع آمن، فبننصح كل المواطنين أنه يتوجهوا ويأخذوا اللقاح، لأنه يعني الدنيا جاية على شتوية، إنتانات فيروسية، ممكن إصابات، أمراض، قريب، رشح، كله ممكن يتطور وندخل لا سمح الله بجائحه جديده. من 11 ل 15 الشهر حمله لقاح كورونا الاعمى من 18 سنه وما فوق. تستهدف الحمله الاشخاص فوق عمر 18، ولتخفيف الاعباء وضمان الوصول الى اكبر عدد من المستفيدين تسير 25 فريقا جوالا. خايفه ومتردده انه اخذه ولا ما اخذه، لقطين اللقاح كثير كويس وبالعكس حسيت انه صار عندي مناعه دائمه. ما عاد امرض، كانت قبل امرض في عندي يصير رشح قريبة، لا صارت مناعتي كثير كويسه، لا بنصح كل مريض ياخذ لقاح. انا طالع من الجامعه شفت السياره تبع اللقاح فقلت انه هي افضل فرصه لحتى اخذ اللقاح لانه لسه انا ما اخذته، فبنصح الكل يجي ياخذ اللقاح. يعني ناطر انه بدي اروح على المركز مشان اخذها، وما رايح على الجامعه، شفتكم هون يعني هيك احسن، الله يعطيكم العافيه
ويوفقكم، يعني أوفر للمواطن وأحسن. إجراء فعال وحملة وطنية للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والتصدي للجائحة مع تطعيم آمن ومجاني. أما هلأ نيرمين رح نضوي على مساحة كتير مهمة للإناث ولمرض شائع نسمع فيه كتير، تكيس المبايض. شو هو هذا المرض وشو هنون الأعمار اللي ممكن يصيب تنصاب فيهم الأنثى؟ بيقولوا بين 18 علمياً بين 18 سنة وال 44 سنة، وطبعاً له تأثيرات كتير سلبية كان على الإنجاب على تأخر الإنجاب، وبتختلف من طبيعة جسم للتانية. صحيح رشا، ودراسات كثير طلعت على هذا الموضوع وبعدها عم تطلع نتيجة أنه هذا المرض هو من أكثر الأمراض شيوعا لدى النساء. لنتعرف أكثر على هذا المرض، شو أعراضه وطرق العلاج والوقاية إن أمكن، أكيد بيسعدنا أن نرحب بالدكتورة سارة إبراهيم وهي اختصاصية بالأمراض النسائية. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. بداية مثل ما ذكرنا نحن عم نحكي على مصطلح هو شائع كثير بين النساء وكثير عم تيجيكم حالات تكيس المبايض، خلينا نشرح علميا وطبيا شو يعني تكيس مبايض. هلا متلازمة المبيض متعدد الكيسات او البي سي او هي متلازمة، يعني مجموعة من الاعراض بتتظاهر عند السيدات بسن النشاط التناسلي. بتبلش باعراض فرط الاندروجين، بنلاحظ انه السيدة في عندها عد حب شباب يعني او في شعر زياده بجسمها. كمان العرض الثاني هو تباعد الطموس، الدورات اللايباضيه بيكون في عندها خربطه بدورتها. كمان الاكبر شوي رح يشكو من تاخر بالانجاب او العقم. اغلب المريضات كمان رح يكون عندهم بدانه واهبه للداء السكري. هلا تشخيص المرض بيتم عن طريق معايير روتردام يلي هي 2 من 3، الاول مثل ما قلنا تباعد الطموس ودورات اللايباضيه، الثاني هو اعراض فرط الاندروجين سواء سريريا مثل ما حكينا الحب الشباب الشعرانيه بالجسم، او مخبريا بيكون عندها ارتفاع بالتستوستيرون الحر بالدم. الثالث بقى هو باختصاصنا بالايكو مشخصه، بيكون في منظر المبايض في عليهم جريبات محيطيه اكثر من 12 جريب بكل مبيض، بيتوزعوا بمحيط المبيض بنسميه منظر عقد اللؤلؤ، او بيكون حجم المبيض اكثر من 10 سنتيمتر مكعب. فهي هي متلازمه المبيض متعدد الكيسات. طيب دكتوره، كونه عرفناها مع حضرتك للمتلازمه، خلينا نعرف شو اسباب الاصابه بهي المتلازمه، خصوصا انه مثل ما ذكرنا بالبدايه هي من اكثر الامراض شيوعا بين النساء. هلا الاسباب كثير، دراسات اجريت لحتى يعرفوا شو سبب الاصابه بمتلازمه المبيض متعدد الكيسات. الاكثر انه اتهموا الاندروجين، فرط الاندروجين الجائل الحر الجائل بالدم هو سبب لهي المتلازمه، لانه لاحظوا اغلب النساء المصابين بمتلازمه البي سي او كان عندهم ارتفاع بالتستوستيرون الحر الجائل بالدم. طبعا الاندروجين شو رح ياثر؟ رح ياثر على الجريبات بالنبيض، رح يعمل رتق للجريبات يعني عدم تطور للاجربه، وبالتالي دورات رح بتكون لايباضيه وهذا بياثر على خط العقم واضطرابات الدوره. كمان فرط الاندروجين الحر الجائل بالدم رح بياثر مثل ما قلنا، رح تظهر عندها اعراض ذكوريه يعني الشعر زائد بالجسم حب الشباب، حتى الصلع الذكري بتلاحظ النساء بيشكون في تساقط بشعرها. ممكن ياثر على الحبال الصوتيه كمان اذا كان هلا اذا حالات الهرمون شديده عليه. لا هون بنفوت بشيء ثاني اسمه الترجل. هي بتكون امراض ثانيه ممكن من الكظر او اورام المبيض، مو المبيض متعدد الكيسات، شيء اخطر منه. طيب خلينا نحكي بالاثار السلبيه، ودائما نحن بنقول الوقايه خير من العلاج. عم نحكي اليوم على موضوع هو جوهري بالنسبه للانثى وهي الحمل والولاده الامومه بالنهايه. طبعا. يعني كثير بنسمع انه هذا المرض ممكن ياثر بتاخر الانجاب. صح. وفي حال ما تم العلاج بالوقت المحدد ممكن يودي للعقم. تماما. هلا البي سي او هو بيكون سبب 80% من الدورات اللايباضيه، يعني اغلب الدورات اللايباضيه عم بيكون سبب البي سي او. كمان مرضى العقم ثلث الحالات منهم كان سببهم البي سي او. طبعا هو ما له سبب خطير وسبب قابل للعلاج، لهيك نحن ما بنتشائم منه، بالعكس في كثير خطوط علاجيه بتبلش بالخط الاول. هو اذا كانت السيده بدينه بننصحها بانقاص الوزن، لانه البدانه كثير عم بتاثر سواء على استجابه المريضه للعلاج او انه هي رح تعمل لها ايضا مقاومه للعلاج. الخط الثاني هو كان تحريض الاباضه. طبعا تحريض الاباضه في عندنا نوعين من الادويه، الكلوميفين سيترات، والثاني هو الاروماتاز انهبيتر او الليتروزول. هون عم نحكي عن كورتيزون، هون عم نحكي عن تحريض الاباضه عن طريق الكلوميفين سيترات او الليتروزول. يمكن ماده الكورتيزون هو يعني لا ما له علاقه بعيدا لا بعيد تماما عنه. فهذا الخط الثاني، نحن ممكن نستمر 6 شهور نحرض المريضه، اذا ما استجابت
بنعتبر فشل هذا الخط العلاجي وننتقل للخط الثالث اللي هو الاوفيريان دريلينج او تسقيب المبايض، وهي عمليه بتتم عبر التنظير، تخدير عام يعني مريضه، تنظير وتسقيب للمبايض. اثارها كثير منيحه انه بتحسن فرص الانجاب لمده 6 ل 18 شهر بعد العمليه، بنعتبر انه هي فرصتها احسن. اذا تجاوزت هي المده وما استجابت المريضه فبدنا ننتقل للخط الرابع والاخير اللي هو طفل الانبوب او الاي في اف. تماما. طيب خلينا نحكي مع حضرتك عن اكثر الاناث عرضه للاصابه بهذا المرض، تصنيفات المرض، يمكن بعد هي الفتره الزمنيه وكثره الاصابه صار في تصنيفات معينه. أوكي. خلينا نحكي عنها. هلا النساء الاكثر عرضه للاصابه بمتلازمه المبيض متعدد الكيسات هن النساء البدينات مثل ما حكينا، لانه البدانة بتاهب لهذا الشيء، ايضا النساء اللي عندهم قصه عائليه، يعني مثلا امها، اختها، خالتها، عمتها عندها هي القصه ممكن كمان تكون مصابه. هلا في عروق معينه كمان اكثر عرضه، بنقول الحوض المتوسط اكثر عرضه من العرق القوقازي مثلا، تمام؟ او عم نحكي اليوم هون العرض كحوض يعني بشكل يعني خارجي، يعني ميديتيريان بنقول هدول اكثر عرضه. نحن عندنا اهبه اكثر لفرط الاندروجين وبالتالي متلازمه المبيض متعدد الكيسات. ايضا المريضات اللي عندهم داء السكري كمان هنون اكثر اهبه، المريضات اللي عندهم مشاكل بالغده الدرقيه كمان هنون اكثر اهبه، وبشكل عام النساء بسن النشاط التناسلي يعني الصغيرات بالعمر هنون اكثر عرضه للاهبه لمتلازمه البي سي او. طيب خلينا نحكي اليوم في كثير صبايا بيروحوا لعند الطبيب او الطبيبه على الايكو بيتم تشخيص انه في جريبات، في اكياس موجوده حول الرحم، البنت بتكون يعني لسه ما نامت زوجها فبيدخل بخطه العلاج تنظيم. تمام. اللي بهون ممكن الام او البنت تخاف انه انا ما بدي فوت بهذا العلاج، يعني خليني على شيء اسلم كوني ماني متزوجه، بخافوا من الموضوع. فخلينا نصحح اليوم كم شائعه، هل هو بسبب العقم الحب؟ لا اكيد لا، اكيد لا. ليش كثير شائعه هاي القصه يعني انه لا تاخذي بصير معك عقم فيما بعد؟ ما بعرف خالتها بيكونوا عائلين. لا هو اكيد ما بيسبب العقم، وبالعكس هلا بدنا نحكي على فكره انه العلاج ضروري ما هو بس للناحيه الجماليه. هلا نحن الصبايا الصغيرات بيجونا اكثر بشكوى انه الشعر الزايد، الحب وهيك، فلما بنشخصها على الايكو ومنتاكد انه هي بي سي او مفروض تتعالج. بنبلش بالخط الاول للعلاج مثل ما قلنا انقاص الوزن اذا كانت بدينه، الخط الثاني مثل عم تحكي حبوب منع الحمل المركبه. طبعا اي نوع منها هو مفيد، والاحسن الانواع اللي بيكون فيها الشق البروجستروني معاكس الاندروجين، يعني اللي بيكون فيه سيبريتيرون اسيتات او دروسبينون، هدول بيكونوا بيعطوا فعاليه اكثر. بس بدنا ننبه الصبيه انه بدها 6 شهور تقريبا لحتى تحس بالفرق، لانه دوره حياه الشعره بتاخذ هيك. هلا عبين ما تحس انه خف الشعر بجسمها، انه خف الحب بوشها، بدها تلتزم بالكورس العلاجي اللي هو 6 شهور. تمام. طيب دكتوره خلينا نحكي مع حضرتك عن النظام الغذائي، قديش بياثر على الاصابه بهذا المرض وايضا عمليه الشفاء. تماما. هلا النظام الغذائي مثل ما حكينا البدانه كانت كثير سبب للمتلازمه البي سي او، واكثر من نصف المصابات بالبي سي او هن نساء بدينات، واكثر نمط من البدانه هي اللي عم تكون متوضعه بالبطن. فنحن بنقول انه النظام الغذائي اللي بيعتمد على الالياف والخضار ناقص السكر ناقص الدسم هو الافضل للنساء لحتى يوقوا حالهم من الاصابه او لحتى يخففوا من اعراض هي الاصابه بالبي سي او. كمان بنركز على فكره الرياضه وانه اكسرسايز يكون عنده على القليله 30 دقيقه يوميا ولو كان مشي. في حدا عم يتقيد بهذا الوقت؟ لازم على القليل اختي ضمن البيت تتمشى شوي، روح وتعالي، روح وتجي، يعني بتخفف كثير من هي الاعراض. وكمان بدي اقول فكره انه انقاص الوزن 7% من الوزن بتحسن 75% انها تحسن فرص الانجاب وتحسن اعراض فرط الاندروجين، يعني اذا كان وزنها 80 كيلو نقصت 6 كيلو منهم هي كثير عم بتحسن فرصها بالانجاب. صحيح. وعم بتحسن من اعراض فرط الاندروجين. ما هو يعني بتروحي لعند الدكتور اذا كان في وزن زايد حتى لو ما كان في تكيس مبايض او ما بتعاني من شيء، مجرد هيك انه في تاخير بالحمل بيقول لك نزلي وزنك، قديش اليوم مرتبطه هي القصه بموضوع كتير. هرمونات الجسم يعني كثير بياثر، لانه دائما البدانه مرتبطه بمقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين رح تعمل لك صعوبه حتى على الاستجابه على ادويه التحريض اذا انا بدي احرض المريضه. تمام. وهي رح تعمل منع للاباضه العفويه. فالافضل الخط الاول مثل ما حكينا دائما بكل العلاج هو انقاص الوزن في حال كانت بدينه. هلا اللي ما بيكونوا بدينات في احيان رح يفات مصابات بهذا المرض، لا هون بدنا نتفورا نتوجه على الخطوط الثانيه للعلاج. تمام. دكتورة مثل كل الأمراض يمكن يصير في أخطاء شائعة سواء بالتشخيص أو بالعلاج، خصوصاً عن مرض مثل ما أنه هو شائع، يعني تمام. في نسبة معينة من الإناث بمحيطنا مصابين بهذا المرض. مزبوط. خلينا نحكي عن أبرز هي الأخطاء الشائعة.
هلا الاخطاء الشائعه اول شيء اول خطا كثير مهم انه بشخصوه بعمر مبكر. هلا الفكره اول سنتين بعد البلوغ ما بصير نشخص متلازمه المبيض متعدد الكيسات لانه اغلب الفتيات الصغار تعي سوريون ايكو رح يكون عندهم هذا المنظر بعد البلوغ، فنحن من اخر تشخيصه لبعد بعد سنتين من البلوغ، واغلب الصبايا اول سنتين رح يكون عندهم خربطه بالدوره، هذا بيكون عدم نضج المحور بنقول محور الهرمونات. فممنوع ابدا انه شخص على بكير ومفوت الصبيه بعمر صغير بالادويه وعلاج الهرموني. استمرت بعد السنتين هي الخربطه ممكن وقتها بلش اني اضطر اعالجها اذا كانت عندها الاعراض الشديده. الخط الثاني انه في كثير بنات بيتجاهلوا الموضوع وما بيعالجوا. الفكره انه هذا المرض اذا انترك بلا علاج رح يعمل اعراض واختلاطات على المدى البعيد، يلي هي ممكن يعمل امراض قلبيه، بيؤهب للداء السكري مثل ما حكينا. طبعا يعني في كثير اشياء ما لازم نتجاهلها، لازم نعالج هذا المرض. تمام؟ طيب. مثل ما انا رح اثر على الخصوبه عندها. هي اهم شيء دائما نحن بنحكي بهي القصه، ولكن في عندك حالات بترجع. يرجع الحالة حتى بعد الشفاء التام. صح. طبياً صح الكلام؟ صح، لأنه هو مرض مزمن منقول. مزمن يعني هو العلاج بس رح يخفف الأعراض. نحن مثل ما قلنا عم نركز على الشكوى المريضة. في حال كانت صغيرة وعم تشتكي من حب الشباب والشعر رح نعالجها مثل ما قلنا موانع الحمل الفموي المركبة اللي رح تخفف الهرمونات. طبعاً الحل النهائي للشعر هو الليزر. هي بحال كانت هذا الشكوى. الكبيرات اللي عم يشتكوا من مشاكل الأمومة فمثلنا قلنا بدنا نحرض اباضه، والمهم نحسب الاخير على طفل سليم. بس هي مشكله مزمنه طبعا، مش انه بترجع يعني، بس المهم انه نسيطر شوي على الاعراض. طيب بس بدي اسالك على حب، خلينا نقول ضبط السكري الميتفورال او السلوفاج. ايه بعياراته كان 500 او 1000. ايه اليوم عم نشوف هجمه مظبوط بشكل كثير كبير لغير مرضى السكري، بعيدا عنا نحن بوارد مرضى السكري. هو ضمن خطة العلاج؟ هو ضمن خطة علاج البي سي او وضمن خطة علاج التنحيف. اليوم في شائعة كثير عم تقول انه نحن الصبايا اللي عم ياخذوا حيأثر عليه بشكل سلبي فيما بعد، فاليوم هيك من وجودك بدنا نصحح هي المعلومة. هلا الفكرة انه ما بينأخذ عند صبية نحيفة مثلا، يعني لازم يكون عندها مقاومة للأنسولين بجسمها البدينات مثلا، لأنه إذا أخذ مثل أنا بشكل اعتباطي طبعا له آثار جانبية بنقص فيتامين بي 12 بالجسم. فالفكره ما بصير اي حدا ياخده بشكل اعتباطي، يفضل انه يعني دكتورته تكون وصفت لها اياه انه هي شافت انه بحاجه هذا العلاج. اكيد ما تجي لحالها تاخده من الصيدليه، لا انا ضد هي الفكره. بس هو طبعا بيدخل ببروتوكول العلاج البي سي او، بيدخل سواء مع التحريض بحال التاثير على الخصوبه او مع بحال السيطره على فتره الاندروجين مع حبوب منع الحمل المركبه، بيدخل الميتفورمين تماما. دكتورة كثير عم نسمع عن مصطلح مقاومة الأنسولين، حضرتك ذكرتي وخصوصا أطباء التغذية على السوشيال ميديا على الإنستغرام دائما هيك بينزلوا وصفات إنه أو كيف تعرف حالك أنت مصاب بمقاومة الأنسولين ولا لا. خلينا نحكي كيف ممكن الشخص يلاحظ على حاله إنه معه هاي الحالة. هلا مقاومة الأنسولين هي بده تشخص بيكون فرط سكر الدم الصباحي، تمام، أو اختبار تحمل السكر بيكون عنده مش ارتفاع بالسكر، تمام، يعني هو مرحلة مبكرة للداء السكري. بتلاحظ على حالة إنه مثلا ما عم تنحف رغم إنه ما كتير عم تأكل. أو مثل ما قلنا الأعراض فرط الأندروجين، لأنه الأنسولين رح يتداخل مع الأندروجينات ورح يرفعه. هيك ممكن السيدة تلاحظ. ممكن كمان طبيعة الجسم بتأثر بهذا الموضوع. طبيعة يعني الجسم والوراثة كمان مثل الوراثة يعني. الوراثة يعني يعني الوراثي دائما للأنثى من جهة خلينا نقول خالي أو عمي. لا ما دخل. ما دخل أصلا. في بعض الأمراض بيقولوا لا بيروحوا لجهة العمات أكثر، يعني بيكون قابل للوراثة أقوى. الوراثة أقوى. لا نحن بنقول القرابة الدرجة الثانية اللي هي العمات أو الخالات. تمام. طيب في شيء نظام غذائي اليوم نحن قادرين نعتمده؟ ايه هلا الاكيد هو اللو كارب، يعني تخفيض السكر بالنظام منخفض السكر، او ناخذ السكريات اللي مانا سريعه، تمام، ومعتمد على الالياف الخضار الفواكه، كمان نقص دسم مثل ما قلنا مترافق مع الاكسرسايز، يعني مع مثل ما قلنا الرياضه ولو كانت مشي 30 دقيقه باليوم. تمام. طيب بالختام خلينا ناخذ نصائح اخيره من حضرتك او اي نقطه بتحبي تضوي عليها ونحن ما ذكرناها بما يخص هذا المرض. اوكي انا بنصح اي صبيه بتحس انه في عندها خربطه بالدوره، عندها مشاكل مثل ما قلنا اعراض فرط الاندروجين، شعرانيه، حب، انها ما تطنش على الموضوع، يعني تشوف طبيبتها لحتى نشوف في عندها متلازمه البي سي او او لا. لانه مثل ما قلنا هي علاجها ممكن وعلاجها ضروري مثل ما قلنا مشان نحمي حالنا بعدين من الاصابه بامراض مثل امراض القلب والسكري، حتى فرط تصنع باطن الرحم وادينوكارسينوما باطن الرحم. كمان بنصح مثل ما قلنا بالحميه والدايت المنخفض السكر والاكسرسايز مثل ما اتفقنا. حمية والرياضة، يمكن بالرياضة والحمية نحن قادرين نبعد عن أمراض كثير بحياتنا، ودائما نحن بنقول هدول خطوات صحيا أفضل من رحلة علاج شاقة على المريض إن كان أو على الطبيب. بنشكر وجودك لليوم والصحة والسلامة لكل حد عم بيشوفنا أكيد. شكرا صبايا أهلا. شكرا كثير لك دكتورة. شكرا.
اما هلا مشاهدينا خلينا ننتقل سوا لريف حما وتحديدا للسلميه. كاميرا الاخباريه السوريه رصدت حمله التشجير يلي بدات منذ ايام والتي قام بها مجلس مدينه السلميه بالتعاون مع وكاله الاغا خان للتنميه الحضاريه ومديريه الزراعه في حما والمجتمع المحلي. التفاصيل ضمن الماده التاليه. حملة التشجير التي بدأت منذ عدة أيام والتي يقوم بها مجلس مدينة السلمية بالتعاون مع وكالة الأغا خان للتنمية الحضرية ومديرية الزراعة في حما والمجتمع المحلي استكملت في عدة أحياء وشوارع في مدينة السلمية وذلك بهدف إعادة الغطاء النباتي للمدينة، حيث انبرع منذ الصباح الباكر مئات من الطوعيين الذين زينوا صباح سلمي بوجودهم ومهمتهم العالية للحفاظ على الغطاء النباتي وتعويض ما حل بسوريا خلال الفترة الماضية. تم الاتفاق والتنسيق على تشجير شيء 500 غرسة بس بموقع السبيل بهدف تغطية مواقع الحراجية ومواقع مجلس اللي داخل المدينة لإعطاء جمالية لإطفاء جمالية وخضار في المنطقة. نحن نزرع لجزر بالأرض لنبقى صامدون، وهنا نزرع أيضا للفرح، نزرع للأمل، وسوف نبقى مثل هذا الشجر، نمس الأرض حبا وعطاء إلى طول أمل. الحملة امتدت لتشمل أطراف ومدخل مدينة السلمية الشرقي عبر زراعة عدد من الأشجار لتزيين جميع أرجاء المدينة. الهدف من هذه لإعادة المدينة خضراء كما كانت وأفضل، وخاصة بعد ما الإرهاب دمر الغطاء الأخضر اللي موجود كان بالمدينة. الفعالية رائعة جدا لسببين، أول شيء تجديد الغطاء الأخضر، ثاني شيء العمل الجماعي، العمل الجماعي اللي هو عنوان مدينتنا وإن شاء الله بضل مستمر مشان نطلع بنتائج أفضل. اليوم عمل التطوع عندنا كتير مهم، ومن هاي المبادرة نحن قررنا نزرع شجر مشان نزيد المساحات الخضراء وكتير مفيدة لشعب سلمي. العمل التطوعي مهم جدا للحفاظ على جمالية المدينة. حملات التشجير هذه تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وأعطائها القيمة الجمالية التي تزيد من رونق المدينة، إضافة لنشر ثقافة التطوع والحفاظ على الزراعة والأشجار. محي الدين فهد للإخبارية السورية، محافظة حماة. أما هلأ نيرمين وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، وآخر فقرة معنا حنضوي فيها على موضوع بهمنا مبدئيا نحن أنا ونيرمين ولكل الصبايا اللي عم بيشوفونا لليوم. دائما نحن بيلفتنا عالم الأزياء والموضة، الألوان الجريئة اللي كتير شفناها هي السنة على واجهات المحلات، إن كان بالتيشيرتات وإن كان حتى بفساتين السهرة. صحيحة مثل ما ذكرتي رشا، فساتين السهرة خصوصا نحن هلا بموسم المناسبات والأعياد ونهاية رأس السنة. لنحكي أكثر عن الموضة وشو الألوان الدارجة وكثير من النصائح. بيسعدنا نرحب بالمصمم علي صالح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ، صباح الخير. كنا عم نحكي إنه نحن ب 2022 شدنا ألوان كانت جريئة، يعني في جرأة كان، وكان في يعني اليوم كنا نحن بنعرف إنه السكري للبني، لا السنة شفنا البني رايح مع لون تاني، السكري رايح مع لون تاني. خلينا نحكي 2023 شو حنشوف؟ 2023 فيها الألوان اللي بسموها الوردي الناعم مع تشكيلات الضباب، يعني ونقشات الضباب وحتى الجاكار، بس يعني في كونتراست بين الأسود والأبيض، الأسود الغامق، الأبيض اللي على كريمي على عاجي، مدخل معه الألوان اللي هي البنفسجي، البني، عفوا البيج اللي على صفار على لون خردلي، في الأخضر العتيق، هدول كلياتهم جايين. بس السنة يعني 22 جاي حتى في الأحمر كمان بالإضافة للبنفسجي، هدول الألوان في 23 24 هي اللي عم اقول لك، يعني بتعرفي مجلات الموضه العالميه خصوصا الايطاليه يعني ايطال تكس، فهي خبيره الالوان على مستوى العالم يعني. صحيح، هي موضه خلينا نعرف كمان من حضرتك عن القصات اللي رح تكون دارجه حاليا، اذا بنقولوا معني مع بدايه السنه الجديده. في بعض المصممين بيقولوا انه ما في شيء اسمه موضه او قصه دارجه، شو الصبيه بيلبق لها فخدي،
انت مع هذا الراي ولا لا؟ بتحس في شيء دارج؟ في دائما في لمسه جديده بالاقساط. اكيد كل الاجسام تتحكم بالاقساط، يعني بتعرفي الاجسام لها اشكال، والنحيف والممتلئ والجاصه هي قصات معتمده، فهمت علي كيف؟ بس القصه المميزه اللي كانت السنه او لحدث السنوات القادمه هي الاضافات. نعم. يعني لاحظي في جاب على الكتاف، يمكن بدي مصطلحات بدي مصطلحات شعبيه، ما رح احكي يمكن الجاب بيخفي شيء. ايه كتاب على لا اضافه، هو مو بيخفي شيء، الجاب هو اضافه. مثلا الشاحط للتركيب على فستان سمكه ترومبليت بوق، فهمت علي كيف؟ هلا هي كل شيء في اضافه، بتلاقي في شغله جديده هون، فهمت علي كيف؟ احيانا نحن بنروح لموضوع الاضافات لاخفاء شيء، لا لا يعني هلا احيانا بتكون موضه كامله. تمام. طيب خلينا نحكي اليوم هيك قبل ما نفوت موضوع 2023 كالوان كقصات، تجربتك الخاصه بعالم الازياء كيف بدات؟ واليوم شو يعني شو اكثر شيء انت اليوم عم تشتغل عليه؟ خبرتنا الفساتين السهره. هلا فساتين سهره اكثر شيء. هلا الفكره بلشت انا خريج كليه فنون جميله، طلعت على الخليج، دخلت بقصه بتخص الرسم على القماش، رسم على قماش السهره، شيفونات، اوركانزا، حرير، شانطون، تفتا، كل انواع القماش اللي بتخص السهره كنا نرسم عليها. كان عندي كم هائل من الالوان ومن الاكسسوارات، فكنا نبدع شيء جديد، بدنا نخلق شيء جديد خاص بعالم الموضه الايطالي. يعني بدك تعملي شغله بسموها يونيك، خاصه جدا، بحيث انه تعمل فستان انه هذا انه هاند ميد، عرفت كيف؟ فهيك انتقلت بعد منها، يعني طورت الحكايه، صرت اشتغل ضمن الباترون. تعرف الباترون هو القالب بالقياسات، فصرت شكل الالوان والفستان والاكسسوارات بما يتناسب مع الفستان مو مع القماش. بعدين عملت دوره تصميم ازياء هون بالشام، دوره مكثفه، وصرت اطلع القوالب انا وعندنا فريق. يعني فيعني كل فترة بتمشي مع الشيء، بتبتكر شيء جديد، كون احنا بعالم متجدد اليوم. طبعاً. ما ثابت. عم شوف بعض الصور والتصاميم لحضرتك على الشاشة. ايه في شيء مباشر على الفستان بيكون مولاج كامل. احنا انا بشكل دائما، بشكل ما بعتمد على قماشي مثل ما هي. نعم. احيانا بجيب شغلات لك، شوفي هي مرحلة من مراحل انه عنده المباشر، احنا عم نشتغل هي من مراحل العمل. هاي يدوي؟ يدوي؟ يدوي كله يدوي، ما في شيء، ما في شيء مكنه. بتشكل احيانا بمكنات التطريز وبنرجع بنضيفه اضافات الكريستال والشك. نعم. قديش هذا الشغل بده دقه وبده وقت وبده جهد؟ بده صبر وبده. هي مزيعتنا رامي ابراهيم، عملت له فستان البيضاء. حلو. في كذا حدا من الاعلاميات يمكن هم بالاخباريه كمان بدلات البيضاء. شوفي مراحل العمل، بتشكلي انا، بتشكلي تخلقي قصه جديده. تمام. كونه نحن بموسم الشتاء، خليني اسال حضرتك عن القمايش، واكثر شيء بسالك عن المخمل، فستان المخمل هذا دائما بنلاقيه حاضر بكل شتاء، بعده دارج اذا بدنا نقول، او شو الاضافات اللي صارت عليه؟ تقريبا هلا شوفي ما بيموت المخمل لانه خام كثير راقي، بس دائما في اضافات، عرفت علي كيف؟ وبتحمل اضافات بس ضمن حدود صغيره. بس هلا بتعرفي الشتاء بده شيء يدفي، بده مثلا الاقمشه الساتان السميكه السكوبا. بالعموم يعني الاشياء اللي بتدفي خصوصا بالشتاء، يعني ايه جاكار، شانتون. طيب خلينا نرجع شوي لموضوع فساتين سهره، كون لسه عم نشوف الصور عم تمرق معنا. شفنا بال 2022 مثل ما قلت ذكرت حضرتك موضوع الشاحط كان كثير موجود، يعني والقاب على القبه، وشفنا الطويل فتحه كثير عاليه. صح. يعني كان في تنوع بالقصه. 2023 رح يحمل نفس التصاميم او حنشوف شيء جديد؟ لا تقريبا متابع بس مع حجر كبير بالنسبه للكريستال. الشك واضح كثير، رح يكون واضح شك النول. يعني القصات بالعموم رح تضل فكره الشاحط وفكره القابات والاضافات عليها. حتى على الرقبه في اضافات، انه في رقبه مسكره هي بالجديد بال 23. هلا كمان عم يمرق فساتين الاعراس باللون الابيض. ما عم تعتمد الابيض الابيض، لا عم يكون في عم تدخل لشيء معين. خلينا نحكي عن الاضافات اللي عم بتكون، وهيك تجربتك مع الفساتين الزفاف بشكل خاص. ايه هلا الاضافات الحلوه انك تطلعي مثلا احيانا من الابيض
فهمت عليك كيف؟ تضيفي اللمسة الذهبية، تضيفي الوردي الناعم الخفيف جدا جدا. يعني دائما لازم تشكلي شيء جديد يناسب كمان العروس، يناسب الجسم، يناسب المناسبة. في وجوه بيلبق لها شيء، في وجوه ما بيلبق لها. حتى العرق اليوم عم شوفي، حتى مثلا هذا رسم مباشر، هلا رسم مباشر على الفستان بالالوان. على فستان العرس؟ لا مو على فستان العرس، هلا طلعنا على الفستان الثاني. هلا فساتيني بشكل عام، كوني انا رسام فبرسم مباشر على الفستان. بحط الفستان وبمسك وردي، شوفي بمسك وردي بالريشه وبرسم بالالوان وهذا بحر بحد ذاته. يعني ترسمي طلع مبيني مثل الطبيعيه او مثل الطباعه، بس هي الوان قماش خاصه بالقماش بترسمي عليها، وحتى بتعيش يعني بالغلي بالكوي لانه مخرب. هذا السؤال. الفكره انك لما بتفوتي بالبنس مثلا، انت راسمي رسمي، احيانا البنس احيانا الخايطه بتقطع لك الرسمه بالالبسه الجاهزه. بالرسم اللي على بالرسم المباشر على الفستان بتمري على البنس، بتمري على الخايطه، فبتحسي انه هذا الفستان حيوي كثير. هذا في شق فستان في ميزه جديده، انه هذا الفستان ما نو قماشه جاهزه ونحن فصلناها، لا الرسمه طاغيه على الفستان، مغطاي كل الدفوات، مغطاي كل الخيطات، فهي بتعطي جماليه كثير كثير حلوه، خصوصا انها هاند ميد، يعني رسم باليد. هاي الجماليه اللي عم تحكي عنها حضرتك بلشت من مسكه قلم. اي طبعا. ومن نوع قماش، دائما نحن بنقول نوع القماش بياثر على الموديل الفستان، وبيعطي يا بيعطي تقل للقطعه يا بيعطي خفيه. خلينا نحكي اليوم لنحصل على هذا الفستان الجميل بتوقيع حضرتك، مراحل العمل. مراحل العمل، لا الطقس له دور، يعني الفصل اللي عم تشتغلي فيه دور، الشخصية اللي عم تشتغلي لها دور، لون بشرة، شكل الجسم. مراحل العمل أول شيء بدك تاخذي القياسات، بدك ترسمي لها السكتش للزبون إنه شو بيلبق لها. هي بدها تكون عندها، بتعرفي أغلبهم بيكون أغلبهم بيكون شايف شيء إنه هذا بيناسبني، بتروح بتفصله بتبدي نفسه تتفاجأ انه ما لبق له. صحيح. هلا هو لا تجرب وتسمع راي الاخر، خصوصا فنحن بنعطيهم الراي لانه عندنا بنعرف وين التصاريف، نعرف تصاريف الدفوات، الاخطاء اللي بيكون بالجسم مثلا، ما حدا احيانا كله جسمه كامل يعني. صحيح. ايه فبعد ما بناخذ القياسات بنقص القماش، بنعمل لها بروفا اوليه بسموها، انه اخذنا القياسات ظابط، بنبلش بقى مرحله الجماليه، نفرض القماش اللي بدنا نشتغل عليها. هلا دائما انا بحاول اني ما اجيب قماشه جاهزه وبقصقص بمولاج، كثير انا كثير بستخدم المولاج، برسم ببعض المناطق وبنلحق بالشك الرسم اللي رسمته، فبتكون القطعه مختلفه جدا. بعد ما بنعمل لها بروفا ثانيه، بتيجي الزبونه بتقيس بروفا ثانيه خالصين، اذا في اي تعديل بسيط، لانه احيانا بتمرر الحكايه بتاخذ وقت شوي. نعم. في فساتين تاخذ شهر، في فساتين تاخذ 15 يوم لتنتهي، في شهرين، البدلات بتاخذ بين الشهر ونص والشهرين مشان تعطيها حق للقطعه. طيب خلينا كمان نحكي مع حضرتك عن موضوع لعبه الالوان بعالم الازياء. يعني بنشوف صبايا بتقول لك انا بدي البس اسود، هي بتحس حالها شوي انه بتطلع انحف او بتكون مرتاحه اكثر، ولكن في اشخاص بيقول لك انه لا، فيها تلبس ملوان وفيها تبين شكل حلو، ما تبين مثل ما بقول الدفايات عندها. هلا ما تحكي عن انه اللي بتكون معها ممتلئ جسمها، ممتلئ مع السمن شوي. لا في كثير قصص قصات بتلبق مع الخطوط الكارو، لما بتعرضيها بتنحفي، لما بتعرضي الكاروات العريضه بتنحفي بالطول. ايه بالطول، بالطول. ايه مو بالعرض، بالعرض بتسمن. لما بتعملي شغلات غامقه على الخصر، مو شرط تكون انه القطعه سوداء، لما بتعمل لما انت الظلال بتنحف، فانت وقت بتختاري الاماكن الالوان الغامقه لاماكن محدده بالفستان ملون، بتضلي ناحيه الجسم. فهي لعبه الالوان، لا فيها بس بدها تعرف شو بيناسبها، تعرف التقليمات، في قصات معينه، في السمكه بالبقله ولا ما بالبقله، في هلا اللي بيكون مثلا ممتلئ من تحت بتعملي له حرف الاي، عرفت علي كيف؟ بتغطي وبتبين، تبرز جماليه جسمها. كل
كل جسم له، كل جسم له. خلينا نذكرهم سريعا. هون دوره، هون دورك بالقصة. يعني أنت لازم يكون لك دور بأي مثلا صبية بتجي لعندك. يعني خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة كمصمم اليوم، أنت كيف بتحاول تلعب على موضوع إخفاء الأماكن الممتلئة بجسم الأنثى؟ هلق بالعموم قلت لك أنا بلعب، بحاول ألعب بلون القماش الغامق على الخواصر، على الوراك، بالكاروات بعمل كفستان في كاروات عريضة، من الكاروات الناعمة كتير بتبينها أنت كيف، أما كاروة عريضة معناتها أنه جسمها مو أخذ غير أربع كاروات، رغم أنه فصلت الفكرة مفروض يأخذ 50 كارو مثلا، وقت تلعبي على الكارو العريض أنت نحفتيها. مثلا نوع القصة، في مثلا أنه في عندها بتحطي حزام سنتيور عريض ومع الدرابة، في كتير قصص تخفيها. وطول الفستان بيأثر على يستحسن يستحسن الطويل للاثنين. يعني اللي عندها صحة ولا النحيفة؟ هلا اللي عندها نحيفة بتعرفي، لا هلا اللي دارج الطويل فهمت عليكي، بس اللي عندها صحة فيك تضيفي لها طبقات فهمت لي، كلوشات فيك تحطي لها، بس ما بتعطيها صحة زيادة؟ لا لا مو من اللي عندها صحة، نحكي عن نحيفة. انت ايه لا اللي عندها، لا في عرفتي احنا بدنا حتى ما بنسمينها بزياده. طيب خلينا نحكي اليوم عن ولو هيك من دون تسميه ارقام التكلفه اليوم ضمن الاوضاع وضمن غلاء الاسعار الاوليه. يعني حضرتك عندك قماشه، عندك ديزاين بالاحجار، والله شيء بيكسر الخاطر بصراحه، بيكسر الخاطر. يعني ما نقوي قلبنا نساله ولا شو رايك؟ لا يعني تحددي رقم، ما فينا نحدد رقم حسب القماشه والشغله. فيك تعملي فستان ب5 سنين، فيك تعملي فستان ب1,000,000، فيك تعملي فستان ب5، فيك تعملي فستان ب10، حسب القماش. اللي بتر القماش بوصل هذيك الحسبة. فوتي على محل القماش اشتري، قطعتي قماش قام شو هذا سمخت شيء، انا متر القماش ب100 مثلا المشغول قلت لك 150 50 75. متوفر عندنا اليوم قماش فساتين؟ لا هلا في عندنا مشكلة كمان، هلا قولي الحمد لله الشعب السوري شغيل، يعني صنع يعني بيصنعوا القماش اللي هي بيضيفوا عليها لحتى تواكب، بس في كتير قطاع عم تشح من السوق، يمكن الوضع الاقتصادي كان له دور كبير. يعني حتى الاكسسوارات انا بنزل كتير بتعذب لجيب قطعه اكسسوار مثلا، او موضوع شك او موضوع بنزل بدور دور والله ما في استاذ، ما في. يعني في قطعه بتوقف تماما، بتوقف شغلات بين ما توفرت الماده من هيك عن مواضيع. يعني في كتير شغلات عم تعذب، يعني قلت لك موضوع نحكي فيها الكهرباء وقصص كثير. لا لا في يعني المشاكل خلينا نقول او الثغرات اللي عم تسبب ارتفاع بالاسعار معروفه لكل الصناعين اليوم استاذ، مو بس لحضرتك كمصمم ازياء، يعني كل الحرفه اليدويه اليوم عم تعاني من نفس المشكله. يعني صح صح هي مشكله، نحن الحرفه اليدويه او اللي بسموها الصناعات الصغيره هي عصب الاقتصاد انا برايي. لذلك يعني هلا يمكن نحن يعني مجبر اخاك يعني انه نحن في بهذا الوضع بدنا نتعايش معه بالحدود الدنيا، بحيث انه الامكانيات موجوده ضمن الامكانيات الموجوده. وعلى فكره حتى نحن مثلا بيجينا حدا عنده مناسبه بنحاول نراعي، عرفتي كيف، بدنا نفكر كثير فيه، وحتى انه بنحطه بصوره انه نزول جيب القماش، نزول معي مثلا، عرفتي كيف، في عالم هيك انه لا تفكر انه نحن عم نقمصك او عم نستغل، لا تعال شوف شو صاير بالبلد. يعني نزول جيب القماش او شو ها طيب كذا كذا، اخر شيء بدك تشتغلي بتاخذ معك مثلا 15 يوم شك، هذول الشكاكين ايجارهم كذا كذا هذول، فهي كلياتها عم ترفع الاسعار. هيك اذا بدك انا مثلا بدي اشغل مولده المازوت او البنزين تكلفة ضافت، كل هذا بدك تحمليه على الشغل، وبالاخير من بدي لما بيجي الواحد يدفع فعلا انشلط بالحفلة. نحن اللي عم نشتغل بننشلط من الاسعار، فما بالك اللي بده يجي ياخذ الفستان. خلينا هيك بالوقت المتبقي ناخذ نصائح اخيره من حضرتك، كيف ممكن نحن نختار فستان بلائمنا وخرج المناسبات القادمه؟ هلا ضمن العالم الافتراضي او ضمن التكنولوجيا الحديثه صار الكل بيعرف، عرفتي كيف، صار الكل بيبحث وبيدور. هلا انا نصيحه، شفتي فستان لا تفكري انه هذا هو اللي لك، لا جربي، يعني انت قيسي اكثر من اذا كنت خصوصا بالريديميد او بالجاهز، يعني جربي 1 2 3 وشوفي بعيون الثانيين. يعني ما تاخذي شيء انت لا هذا اللي عندي، بجوز ما يلبق لك، حتى لو حاببتي، حتى لو شفتي احلى فستان بالعالم
ممكن على التصوير بيختلف، يعني انت بتكون شايفه بالمراية بالمحل تماماً. شيء لما تصور حالك وترجع على البيت بتلاقي مختلف تماما. غير هيك كمان في شغلة كتير بيشوفوا فساتين مصورة بس مفلترة طبعا، يعني هاي فوتوشوب يعني انه واو شو، بس تعرفتي بالتفاصيل لا وين مختلف جدا جدا جدا. لذلك بتلاقي الواحد انه طيب عملته نفسه طلع الصورة مختلفة، في فلترة، في فرق كبير في درجة اللون، في نوعية القماشة، في الصبية اللي لابسة الفستان كمان، كيف شكل جسمها، كمان في جسم ما بيلبق لي أنا، طيب هذا ليش بدي ألبسه؟ هيك الفكرة تمام. دائما على الأرض الواقع بيضل النتيجة أسلم وأفضل يعني. لذلك إنه الواحد يتجرب مثلا، تعرف لون بشرتها أنا شو بيناسبني، أنا اللي بشرتي غامق بيناسبني، فواتح شوي، بشرتي فاتحة كثير، مو معقول ألبس فواتح مع الفاتح إلا في حالات معينة يعني، بدينا يعني فترات الربيع اختار الالوان الزاهيه، فترات الصيف استخدم الخفيف الشيفون والاورجانزا ابو التول اللي هي بيعطي حيويه وحركه وبروده. بشوف شو يعني بدي الحق الالوان، بدي الحق شكل جسمي، بدي الحق انا بشو برتاح نفسيا لاي لون، وبشوف يعني بقرا عن الموضوع لحتى اعرف شو انا بيناسبني. اكيد هو مثل ما قلنا عالم واسع من الالوان والتصميمات. بنتشكر وجودك لليوم مصمم علي صالح، اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. صباحكم خير يا شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير. اما هلا رشا وصلنا لختام صباحنا غير، بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يا رب بقيه هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الخير وراحه البال والبحبوحه، ودائما تكون كل اموركم ميسره. البحبوحه أهم شيء، البحبوحة. يومكن حلو وبقيت نهار حلو يحمل لكم كل الخير والرزقة الكريمة، وكون يومنا هيك مليء بجبر الخواطر. كونوا بخير، باي 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 باي.